بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، حضورنا الكريم، التواصل والاستمرار هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة والمميزة في أرضية هذا الميدان، حيث ننقل على حضراتكم انطلاقة شوطنا العشرين الذي خصص الجعتان المهجنات الأصايل. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين على أرضية هذا الميدان وغيره. شوط الجعتان لا يقل أهمية عن بقية الأشواط. نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى الحديث في هذه الانطلاقة الجميلة والممتعة على أرضية هذا الميدان. نذهب إلى المركز الأول، أذهب إلى مقدمة هذا الشوط. هنا اللي في المركز الأول أم غادر راشد بن عبيد بن عبد الله بن حليس لوهيبي، بينما هناك المرعب في المركز الثاني أيها الإخوة المرعب للسيد عبد الله بن محمد الغويس السويدي. نقلتنا للمركز الثالث النصر سالم بن سلطان بن عجيل لاجتبي، وفي المركز الرابع الصيرمي أحمد بن شخبوط بن علي الكعبي، وفي المركز الخامس اللي هو شاهين حمدان بن عبيد بن خلفان بن رعود العليلي. وسادس المراكز حضورنا الكريم أيها الإخوة اللي في المركز السادس هناك متعب راشد بن حميد بن حارب بن حميد المهيري، وفي المركز السابع مايهاب ناصر بن سالم بن علي بن سليم العمري، وفي المركز الثامن شعار بوحياب ايضا حاضر حياب بن مطر بن حضيرم الاجتبي. تاسع المراكز هناك مروح علي بن سلطان بن متعب بن ضاعن الاغفلي، وفي المركز التاسع ولا العاشر شعار محمد بن سالم بن محمد بن هلي مع الفارس. هكذا ايها الاخوة كانت نتيجتنا للمراكز، زعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي ما شاء الله للمراكز الحاضرة في هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة أرضية هذا الميدان. الحضور الجميل والممتع والمميز هناك في هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة أرضية هذا الميدان. نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى إن شاء الله الناموس والحضور والانطلاق هنا في هذا اليوم الممتع. 2 كيلومترات الذي قضيناها والمتبقي من عمر هذا الشوط، 2 كيلومترات. يلا يا بن حليس، يلا يا بن حليس، هنا مع مغادر راشد بن عبيد بن عبد الله بن حليس الوهيبي، ولكن بن عجيل بن عجيل مع النصر سالم بن سلطان بن عجيل الاجتبي، وهنا الصيرمي احمد بن شخبوط بن علي بن سعيد الكعبي، وثالثا هناك اللي وصلنا ولا المركز الرابع المرعب عبد الله بن محمد الغويس السويدي، وفي المركز الخامس شاهين حمدان بن عبيد بن خلفان بن رعود العليلي. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة للمراكز، كاملة مكملة والكمال لله، دعناها عليكم. سادس المراكز أيضا اللي وصلنا متعب راشد بن حميد بن حارب المهيري. هكذا كان النداء أيها الإخوة للمراكز العشر، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. ولكن بن عجيل، يا بن عجيل، عجل الأمور في هذه اللحظات الجميلة، هذه اللحظات المميزة هنا على أرضية هذا الميدان مع النصر اللي بالنصر، ولكن مغادر أيضا المرافق الخطير للنصر للسيد راشد بن عبيد بن عبد الله بن حليس لوهيبي. وصلكم، وصل الواصلون مع المرعب عبد الله بن محمد الغويص السويدي والصيرمي، أيضا من حل في رابع المراكز أحمد بن شخبوط بن علي بن سعيد الكعبي، وهناك متعب راشد بن حميد بن حارب بن حميد المهيري خامسا. الخماسية ونكتفي بهذا القدر، الخماسية ونكتفي بهذا القدر. الإعلان الأخير، الإعلان الأخير للخمسة المراكز الأولى. يا هل ترى إلى أين سوف، إلى
أين سوف يذهب هذا السلام؟ أين سوف يذهب هذا السلام؟ الله يا مغادر مغادر مغادر. وهنا راشد بن عبيد بن عبد الله بن حليس، أنا وهيبي أنا وهيبي اللي ما اللي مسيطر على المركز الأول، اللي صامد على مقدمة الشوط. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء. حي هالسير حي هالسير يا ابن حليز، حي هالطار يا ابن حليز، حي هذا الأداء يا ابن حليز. تهانينا والناموس لراشد بن عبيد بن عبد الله بن حليز، أنا وهيبي بهذا الفوز الجميل، هذا الفوز المميز. ها هي لحظات وصوله الى خط النهايه، معلن الفوز والناموس المركز الثاني، شعار رصالم بسلطان بن عجيل المركز الثالث، راشد بن حميد بن حارب المهيلي المركز الرابع، هناك اللي في المركز الرابع ايها الاخوه سالم بخلفان بن عري الاجتبي، وفي المركز الخامس شعار العليلي حمدان بن عبيد بن خلفان بن رعود العليلي. هكذا كانت هي النتيجة للمراكز، ضعناها عليكم بالتمام. 6 دقائق ثانيتين 84 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.